يعني اليوم عايشين على الشبكة بس الواي فاي بس. هي ساعة ونص عم تيجي بالنهار والأمبير الواحد 2500 ليرة. حالياً ما في كتب، ما في دفاتر مع الأسف الشديد. تأمين مادة الخبز فيه صعوبة جداً. ما عم تجينا المي نهائياً. رأس مالنا جرية الغاز اليوم حقها 17 دولار. ناقصنا كل شيء، أكثر من هيك بدي أحكي لك ما بدي أحكي لك شيء. والله احنا هون بالمحرر عم نواجه صعوبات كبيرة بقلة الشبكات هون عنا وبتشتت الشبكات تركي وايلوكس وسيريانا وواي فاي يعني هاي صعوبات كبيرة على الشعب نحن نواجهها. يعني اذا شي يوم انا انقطعت البلد صار معي اي شيء صار معي حالي طارئة انا مواجه كتير صعوبات. انا مو اي دقيقة عند الشبكة، انا دوم مقطوع من الشبكة، دوم مقطوع من الاتصالات، الاتصال على شبكة الانترنت. فأما شبكة الاتصال الشبكة النظامية فما في شبكة من زمان. إذا موجد عم بقلك الراوتر اتصلنا، أما إذا ما موجد الراوتر ما اتصلنا. يعني ما في نت يسر خاطر العباد هون، ما في شيء رغب يسهل أمور البشر هون. يعني النت سيء جدا جدا جدا. يعني هلا بالبيت بس عندك نت، يعني بتحكي وبس طلعت برا البيت خالص، يعني ما بضل عندك لا نت ولا بضل عندك شيء باوي. كنا جاي الساعة 11 بالليل من مدينة دركوش لهون بالسيارة، بنشرت معي السيارة وضليت للصبح نايم بالطريق لأنه أنا ما معي شبكة حاكي حدا إنه تعال ساعدني أو شيء. نطعت مرة السيارة خربت معي وما في لا اتصال لا في إنترنت ولا في وسائل توصل الخبر هذا. هلا هون في شركات قوية للخطوط بس في عالم ما لها قدرة للخطوط، في عندك مثلا كل شهر بدها تعبيها برصيد، هي ما لها قدرة عليها. هلا العالم تعودت على البطاقات هون، البطاقات هون ما أنا متوفرة بكل، مثلا البطاقة أنت عم تشتري بطاقة ما أنا متوفرة في كل أنحاء المدينة مثلا. ما في شبكات أبدا أبدا، بس هلا بيقولوا لك إنه مثلا هذا خط الهايلوكس بيقول لك إنه بيجيب الشبكة ومدري إيش، قسما بالله معنى المعنى يعني ما بيجيب الشبكة إذا ما كنت مثلا أو بنص إدلب او بقيت محل قريب على جوالات او كنت قريب على محل كذا. اماكن طريق مثلا يكون اللي احنا طالعين على العمل، اماكن تروكسيل، اماكن ايلوكس، اماكن سريانا، وحسب النهار بيغيم الجو ما بضل ابدا عنا انترنت ابدا نهائيا بالنسبه للتغطيه الثلاثي. طالب حكومة الأنقاذ إنه يلاقولنا حل الشبكات ويكون شبكة موحدة بالشمال السوري إن كان بإدلب ولا مناطق غصن الزيتون، إنه نحن بالأول والأخير نحن بلد واحدة، نحن بنطالب بشبكة واحدة من غصن الزيتون لهونا وين ما رحنا إنه يكون مأمن لنا اتصال. صار معنا شيء قطعنا إن شاء الله ما نعتاز حدا مسؤولية. والله ما بعرف، في عندي وعندك يعني لازم يكون في واحد مسؤول بالمحرر. صراحة الموضوع بيرجع لنقل الحزمة للمناطق المحررة، فالتكلفة عم تكون لنقل الحزمة عالية. يعني لينك واحد لنقل مثلا حزمة بحجم 1 جيجا ثمن اللينك 5000 دولار، فنقل الحزمة عالي يحتاج إلى يعني مبالغ كبيرة لنقل الحزمة وإيصالها للمشتري. نحن فاتحين المجال للقطاع الخاص للمشاركة يعني أو للاستثمار لأي شركة يعني بتقوم بتغطية شمال محرر بالاتصال الخليوي، وإن شاء الله قريبا في شركة إن شاء الله راح تدخل وتغطي معظم مناطق شمال محرر بشبكة اتصال خليوي بالإضافة إلى